الدنيا. محترم والله لا لا ما سمعناش، عايزين نسمع تاني، بس كده عايزين نسمع يا دنيا. الف مبروك. ايه الخطوبه الجميله النهارده دي؟ انا شايفينكم النهارده متجمعين وسيشن وخطوبه كلمينا بقى انفصال، خلاص انفصلنا وايه اتجوزنا بقى. مين خطبتي لمين؟ الخليل. اسمه خليل، اهلا بيك. خطبت يا جدعان والله. النهارده موجودين يا جماعه في خطوبه دنيا، خطوبه دنيا بعد انفصالها من محمود حديده، حديده محمود حديده زي ما بيقول. النهارده موجودين مع دنيا في حفل خطوبتها. الف مبروك. الله يبارك فيك. قولي لي بقى يعني ايه رايك في العريس بتاعك؟ عسل. عسل؟ ما سمعناش الزغوطه بتاعتك. انت مالك محبوجه ليه النهارده كده؟ ما تعرفش الزغوطه، بس احنا كلنا زغوطنا. عشان الدنيا لا لا كانت بتزغوط دلوقتي. الدنيا هي مبسوطه. لا مالي. شايفها مبسوطه وشايفها في حاله سعاده. كلميني عن العريس بتاعك. يعني وافقتي بسرعه؟ خليل. ها؟ وافقتي بسرعه؟ ايوه. ايوه كده على طول؟ كانت في ليه ليه حديد؟ كانت في ليه ست حديد؟ كده عشان علي صوتك بس. انا اخرج مع البنات والد سامي بيودي البنات وسايبنا انا وما بتصرفش عليها كويس. بيديك دلوقتي حديده فاتح لايف. انا عايزه تعلي صوتها. هو دلوقتي هي متعصبه عشان حديده فتح لايف وعمال يشتم على العريس والعروسه، عمال يشتم علينا. وليد سامي كل شويه يطلع يشتم ويطلع يتكلم. وليد سامي اصلا كان مخلي حديده مع البنات ويروح هنا شويه وهنا شويه لحد ما هي زهقت خلاص. قالت انا خلاص انا مش هقدر استحمل محدد. يعني انت سبتيه عشان كان بيخوني؟ كان بيخوني فانت سبتيه. بتعترفي بكده؟ بتعترفي بكده؟ تعرفي ان الناس كلها بتحبك والناس متعارفه معاكي قوي، بس انا عايزك تعلي صوتك شويه. بقول لك ربنا يخليهم. هتغني ايه بقى لعريسك؟ يلا هتغني له ايه بقى؟ طب يلا هتقولي لنا ايه؟ وانتوا بتسقفوا بقى كده 100 100. عريسك خلاص جنبي عش الزوجيه، عيلته بقت عيلتي، مامته بقت مامتي. يلا قومي تعالي نرقص. يلا ايوه ايوه والله بجد مبسوطه. يلا شايف النهارده الجوابات بتتجمع. يلا او بنت اموره ولدين كده او كده احنا مرابين. ايوه يلا قومي. هي كانت عايزه تغني كمان اغنيه. هتغني. طب خليها تدينا وشها بس. ادينا وشها يا جماعه دلوقتي. ندعي لها بقى ربنا كده يساعدها. الف مبروك طبعا. عشان حديده دلوقتي فاتح لايف وعمال يشتم. يعني حديده متضايق ان ايه؟ ان هو ان انت يعني ان انت ساب ان انت سبتيه يعني وكده وعمال يعني مش فاهم انا يعني هو بعت فيديو يعني بيغلط. هو ده اسمه حمير. بيعمل ايه؟ عمال يشتم وعمال يجي في خيرتنا كتير والكلام ده مش هيعمل. هو متضايق يعني عشان متضايق ان انت سبتيه وعشان خطوبتك النهارده؟ انا خطبتها. انا يعني انا عروسها الجديد. اي كلام بقى مع حديده يبقى مع خليل. اي كلام بقى مع حديده يجي يتكلم معانا بقى عشان هو لو فكر يبص لها انا هزعله. والكلام ده مش شغله تاني. ايوه يا عريس. خلي بالك بتاع البطاطس المحامير دوت يعني ما حمير اللي هو كله على بعضه قد كده عمال يشتم. وعمال يتكلم كتير والكلام ملوش لازمه. شايفه في حاله انهيار عصبي ومتضايق بسبب ان انت عمال يشتم كلام لفظ وحش والكلام ده يعني عيب بقوله. بس انا حبيتها وخدتها. طب وانت انت ردك ايه؟ ردك ايه؟ هو مادي وفاق. ردك ايه؟ هو مادي وفاق خلاص انسوه. انت ردك ايه؟ ردك ايه على حديده واللي عمال يقولوا عليكي عشان خاطر متضايق ان انت سبتيه؟ اقول له روح الله يصلح حالك يا ابني. ده اللي انا هو بتاع بنات؟ وليد سامي اللي خليك تعبان. بس وليد سامي هو اللي خرجه مع البنات من الاول. عمر اللي شافه قبل كده. ايوه مع بنات بقى وعلى السوشيال ميديا بيدخل يلعب جلوات. بيلعب ايه؟ بيلعب جولة مع بنات كتير. واحدة اسمها مايا واحدة. شايفينكم يعني كنتوا في حالة سعادة. كنتوا في حالة سعادة لكن الفيديو اللي بعته حديدة هو اللي خلاكم عاملين كده. يعني انا مش عارف هو الفيديو. هل الفيديو ضايقك؟ ضايقني. خلاص الله يسهله. خلاص بقى يعني يسيبها في حالها. يسيبها في حالها ده اللي احنا عايزينه منه بس. ان هو عمال يشتم على اللايف وعمال يتكلم كلام كتير. خلاص بقى انت. طب انتوا يعني انتوا خذوه بقى وغنوا وارقصوا بقى واحنا عايزين نتفرج عليه. خلاص ماشي. طب عايزين بقى يلا نرقص بقى كده.
يلا غني لهم بقى عشان يبص. يا عريس يا عريس طب يلا نهيس يا عريس يا عريس يلا ايوه. لا هات هات العروسه هنا، هات العروسه هنا، هات العروسه هنا بس يا بودي، هات العروسه هنا. العروسه يلا هتغني بقى. العروسه العروسه غني عروسه يا حاجه. احنا عايزين نقول لحديده برضه يا جماعه موجودين في خطوبه دنيا بعد انفصالها من محمود حديده، وشايفين يعني كانوا في حاله سعاده، مره واحده لقى حديده بيبعت لهم فيديوهات وبيضايقها وفي حاله عصبيه طبعا متنافس ان هو دنيا سابته. طب اديني وشك بس، اديني وشك بس وكلميني عشان الشبكه. حبيبي من حبي فيه لا اتكلم ولا اغني، من يوم ما حبك حب جديد يخليني حبيبة عينك الله يبارك لي. قولها له بقى، قولها له الرسالة دي، قولها له، قولها له، قولها له، هتقولي له ايه؟ اسمع بقى. انا ستك وست بلدك. يلا يلا. انا ستك وست بلدك، ست البلد انت. ايوه خش هو ده. انا هقول لك الف مبروك. انا شايفكم عاملين حاجه على الضيق النهارده، و يعني عيله بس كده اللي في الطرفين كده عشان خاطر حديده عامل مشاكل كتير. يلا 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 غني حديده. هو الحديده ايه اقول لخصمك؟ يلا بينا خصمك وبعد عنا انا مش طايقاك، سيبني مش عايزه ابقى معاك، ما توريني